لك قبل كده طارق الراجل ما بيعيطش. ورده بخير الحمد لله، ما حصلهاش حاجه. بعدين المفروض انك تفرح لان لولاك ما كناش لحقناها. سيد فاوس، تفتكر الدكش هيستجدع فعلا ولا ده حوار؟ لولا اني عارف انه يبيع ابوه عشان القرش كنت قلت بينايمنا عشان يسلمنا للحكومه. اكيد ليه غرض في حاجه، ما هو مش معقول هيقلب ملاك كده فجاه ويساعد الناس لله في لله. طب وبعدين؟ ما عندناش حيله تخلصنا من اللي احنا فيه يا اسامه، فغصبا عن عين ابونا هنمشي وراه. طب افرض بقى طلب فلوس يا عم، دي وصل امانه على نفسك كالعاده. للست اللي جوه دي بقى تحترم نفسها وتستر على اختها وبيع حتتين دهب من اللي في ايديها. هم بقى كلمتين مخلصين بعضيهم، اللي قتل زناتي خالد العره بعد ما تعاركوا مع بعض وهما بيلعبوا قمار، مفهوم؟ بس حضرتك اسمع يا رحمة، انا مش جايبك عشان هتحايل عليك. لو قلبك واكلك ومش عايز تشهد زور، افتكر انك شاركت النجس ده في خطف انثى ومحاوله اغتصابها بالاكراه، ودي بقى امر عقوبتها يا اعدام يا مؤبد، والشهود كلهم موجودين، واولهم ولاد الصغير طارق. قلتوا ايه؟ ماشي يا كبير. اللي تشوفه يا ريس. اخر حاجه، القضيه تخلص من هنا تبقوا فص ملح ودب من الحته كلها من هنا، واللي هشوفه او المحه هدل عليه رجاله خالد العر عشان ينتقم منه وياخدوا بطار رئيسهم اللي شهادته عليه زور. خلصنا؟ ماشي يا كبير. خلصنا؟ تمام يا شعر. يا سول جابر، يا حضر سول جابر، يا سول جابر، لا تتعبش نفسك وتنادي يا حضرة سول جابر، يا سول جابر. نعم يا سيد. الكشف اللي معاك ده هو كشف الزيارات؟ وانت هتفتش عليا مسجون انت ولا ايه؟ ايوه هو يا اخويا، واسمك مش فيه ولا اسمي متولي. ارتحت يا اخويا؟ جاتكم القرف. مش قلت لك ما تتعبش نفسك وتنادي؟ أكيد في حاجة غلط. معقولة؟ العيال تنساني بالشكل ده؟ محدش فيهم يجي يزورني؟ طب وسبت؟ لا لا، أكيد زبدة مش عاوزة تشوفني بالبدلة الزرقاء دي. أهو كلام بنضحك بيه على نفسينا. الدنيا تلاهي. أصل البعد بيسبب النسيان والجفا. لكن أنت ما قلتليش يعني بقالك قد إيه وأنت هنا؟ محدش جه زارك. 3 سنين. يا نهار اسود ومطين بطين، 3 سنين. الله، طب وانت بقالك قد ايه هنا مسجون؟ برضه 3 سنين. يعني من يوم ما اتسجنت محدش من ولادك زارك صح؟ اه. طب ما تاخذنيش يعني، اصلا فاتت عليا اسالك، انت جيت في ايه؟ سرقه. سرقه؟ ليك كام سرقه بقى؟ أول مرة في حياتي أمد إيدي وأسرق. في سنك ده؟ يعني عشت طول عمرك شريف، ما سرقتش غير في سنك ده؟ آه. لا لا لا، ده أنت تحكي لي بقى، إيه اللي نغزك وخلاك تسرق في سنك ده؟ كنت بحاول أساعد عيالي، كان نفسي أساعدهم بس ما عرفتش. كنت موظف على قد حالي، ما عرفتش أعمل لهم حاجة، ولما طلعت معاش وأمهم ماتت دخلت دار المسنين عشان ما بقاش عبء عليهم. زي تمام. طب لما كنت بقى في دار المسنين ما كانوش بيجي زروك؟ كل جمعة، ما فوتوش ولا جمعة، كانوا بيحكولي على مشاكلهم. مشاكلهم كلها كانت على الفلوس. الله ينعل ابو الفلوس وذل الفلوس. اللي برضه انت ما قلتليش،
سكنت ازاي؟ صعب عليا الوحدة والوقت في دار المسنين خلوني أفكر إزاي أساعدهم وأصلح أحوالهم. أيوة بس سرقت إزاي وأنت في دار المسنين؟ سرقت زمايلي في دار المسنين، خدت غوش الدين 500 جنيه من تحت مخبي ده، الموبايل بتاع ده، ولميت السرقة كلها، ولما جم يزوروني اديتها لهم، خدوا الحاجات كلها عشان يبيعوها من غير ما يسألوني جبتها منين. عرفت انهم عارفين بس احتياجهم للفلوس خلاهم ما يسألونيش. وبعدين الحكاية اتكشفت، خدت 5 سنين ودخلت السجن، ومن يوم ما جيت هنا ما شفتش حد فيهم. اي حبيبي خلصنا خلاص. لا الحمد لله ما فيهوش حاجة، طلع كويس. لا هو قال لي ان كل الامهات بعد اول مولود بتبقى حالتها مقفرة كده زي حالاتي. اتفقت ان انا اتابع معاه كل اسبوعين. نازلة من العمارة اهو. سيد بينده السواق. اوكي يا حبيبي، باي باي. الو. ايوه سيد. ايوه هان، مسافه السكه هكون عند سعادتك 10 دقايق بالكتير. شاكر جدا يا فندم، الف شكر، مع السلامه. ها انجز، عايز امشي. العرق ده مسجل خطر وعامل قلق للداخليه من زمان، واحنا كده قدمناه على طبق مفتخر للداخليه لانها كان نفسها تخلص منه، وهو كلب قصاد كلب منهم في بعضيهم، ومش هات رجاله زناتي. عشت. عايز مني حاجة؟ عايز سلامتك، وكان يهمني أعرف رأيك في اللي أنا عملته، ولا أنت لسه شاكك فيا؟ استغفر الله العظيم يا رب. هي المجدعة اتقطعت من الدنيا ولا إيه؟ ربنا يديم الخير والمعروف، ونردها لك بشهادة زور في قضية رشوة ممسوك بيها متلبس إن شاء الله. عشت. أسامة، وردة بقت محتاجة لك أكتر من الأول. لو بتحبها فعلاً ده الوقت اللي حبك لازم يبان فيه. من غير ما تقول يا سيد، خلي بالك انت على نفسك. وانت كمان. وانت يا طارق، زي ما اتفقنا، ها؟ تركز في مذاكرتك. حاضر. عايزين نفرح بيك وبنجاحك. ماشي. ها؟ لسه بتنطر مخبرين؟ ولا نشفت؟ وفي حاجة بتفضل على حالها برضو يا عرب، روح أبو السيد، ربنا يسلم طريقك ويبعد عنك ولاد الحرام. قادر يا كريم. سيد هتوحشني يا سيد. انت اللي هتوحشنا يا طارق، متصعبهاش عليا بقى. أنا عايزك تاخد بالك من نفسك ومن أسامة ومن وردة، أنت بقيت راجل البيت. مش أسامة برضه راجل البيت؟ لا أسامة تعبان، لحد ما يخف أنت بقيت راجل البيت. بحبك يا سعيد. وأنا بموت فيك يا طارق.